السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شرح جديد لبرامج وألعاب مع أخوكم مسلم. اليوم سأريكم طريقة تحميل وتنصيب لعبة GTA San Andreas. أولا نذهب إلى رابط التحميل الذي سأضعه أسفل الفيديو، وهو على العملاق الكبير الميديا فاير. نضغط لنحمله. حسنا، بعد انتهاء التحميل سنجد الرار فايل، فقط علينا فك الضغط بالضغط على اكسترفير و اوكي. حسنا، سنجد ملف تراند وملف تي اكس تي مثل شرح البرو 2013. الملف تي اكس تي هو عبارة عن تعليمات نصائح لطريقة التحميل والتنصيب. نضغط على ملف التراند وندخل له. انا حملته مسبقا. عليك تحميله. حجمه 3.95 جيجا بايت. ان كانت سرعة النت لديك بمعدل 91.7 كيلو اوكتي في الثانية فسيستغرق تقريبا 13 ساعة تقريبا. حسنا، بعد انتهاء التحميل سنجد ملف كراك اكزا وملف ايزو، وهو ملف الجي تي ا ساندرياس وهو الذي نريده. حسنا، ندخل الى ملف الايزو ومثل العادة نفك الضغط عليه بالضغط على اكسترا و اوكي. بعد اتمام الضغط ندخل الملف وسأريكم الآن طريقة تنصيب لعبة الجي تي. ندخل للسيتي، نضغط وي، وأنا شخصيا سأختار اللغة الإنجليزية وأضغط على أوكي. نيكست نيكست أي أكسبت نيكست يس كاستم لي. حسنا، كل واحد أين يريد تنصيبها وتضغطون بعدها next. سأختار إضافة أوديو للعبة، هي لعبة جي تي سان أندرياس الأصلية على فكرة، ونضغط next. هل تريد التسجيل في النت على النت؟ أنا سأضغط no، أنت واختيارك، وسأضغط next. يبدأ تنصيب اللعبة. ما عليك إلا الانتظار. نضغط فينيش، انهى تنصيب اللعبة. الان سنذهب لملف الكراك اكزو الذي حمل مع الفايل ايزو، ونضغط كوبي، ونذهب الى مكان اللعبة الذي حملناه الذي نصبناه فيه، ونضغط كلي اكراسيس. حسنا، والان سنجرب اللعبة. انا جربتها من قبل وهي شغالة، ولكن سأجربها هذه المرة امامكم. حسنا، نضغط مرتين وندخل.
يعني حتى الشيكات شغالة؟ سنقوم بتجربة صغيرة. Yes, I'm a maniac with a gun. What? I'm the Magnet MC's coming up. Critical beatdown. Lay back. حسنا أخوي الأعزاء، انتهى شرحنا لهذا اليوم. أتمنى أني أكون قد أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.